بص ده جرو جرو ايه ده كروت سكة الكلاب الروسي اللي هي لسه شارينه ف بلاش انت خلاص بلاش. طب حركه حتى اشوف جسمه بس عشان ده مش للبيع، ده للجواز. اسمه غضب. غضب يلا بينا، استنى الحلقه. ماشي يا معلم حبيبي. يلا غضب. كم غضب. لا ما كمش خلاص. اديني الرقم. طيب 03 1 06 1 6 7 7 2 2 ده للجواز بس حاليا. تمام. واي حاجه يوم رجع احمد طبعا حبيبي صح. بص ده بوكسر على بيت بول. واحد ونص. عنده قد ايه؟ 12 شهر. كام؟ 12 شهر. 12 شهر سنة يعني. دي انتيروت. بكام بقى؟ باتنين ونص؟ باتنين ونص انتيروت. والجرو ده هو قايل بكام؟ خلي بالك وش الكلب. صباح الفل. هدى الكوكر بيدور على ده بقى 1400 جنيه اخره. الكلب فيه عصب كويس، دل الارض، عرايب ممتازه، لون ماسك حلو. كلب جدع بقى. الرقم يا استاذ عبده بعد اذنك. 012 23 18 1994 حته جريد داني غلط. ولد ماسه محترم. ده للبيع او للجواز؟ بكام يا معلم؟ 10. هو حد عايز يجوز برضه؟ تمام ماشي. هو للبيع ب10، للجواز الجواز بجراوه ولا بفلوس؟ لا بجراوه. بجراوه. شرس هو الكلب ده؟ نص لسه نص نص ما مش شرس قوي يعني. يعني اتربط له شويه مع كلبين اغبياء على شويه. اه هيبقى واحد. المشكلة المكان ده مش عارف اخد راحتي في التصوير عشان ابين لكم الحجم قد ايه. بس هو ما شاء الله عملاق يعني. اللهم صل على النبي. نركز بقى على التفاصيل. عين وعين. عين زرقاء وعين عسل. اللون اللي هو اللي احنا بنقول عليه البقري. في اسود وفي جراي. اوعى 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 خش في حضني. هات رقم التليفون. 0122 كام؟ 99 50 719. دول دكر وانت كاني كرسو. بص هما للامانه مش المستوى البوم قوي،
لكن كويسين. يعني انا شايف ان الدكر ده وحش. نتايج كويسه جدا. بكام الدكر وبكام النتايج؟ مش للبيع. بكام النتايج؟ ب2500. عندها كم شهر؟ 10 شهور لسه. هتخشنا عن كده، هتخشنا عن كده كمان. جوازتها من الوحش ده. اللي يشتري النتاية عليها جوازة هدية. هتجوز فين اصلا؟ عايز تجوز وهو موجود؟ مش عايز. انا عندي جراوي طلعت فمش عايز. الكلب ده شغال؟ لا ما هو ماسكه. بص عامل له لا بالراحه من بعيد وبالراحه من بعيد ومن بعيد. فين الله سبته ليه؟ ده للجواز، ده للجواز بس، دي اللي معروضة للبيع. هات رقم تليفونك يا استاذ. 0117 42 562. النتايج دي للبيع ب2500، ده للجواز فقط. تمام؟ امسك الكلب. ده كربولي برندل 6000 جنيه. العيار التقيل مستوى محترم. ما دي من ناحيتي. عنده قد ايه؟ عنده سنتين. سنتين؟ طيب اديني رقم التليفون. 012 12 12 12 85 95 99 66 66. ما تزولوش. لا 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 ما تزولوش يا حاج. اندهوا خليه يبص بس مش عايزه يهوى. ما تزولوش يا كابتن. بص الكلب على فكره مولود ديله كده، مش مقطوع ديله كده. ايوه عشان بس انا بوضح. برخصته وتطعيماته وكل حاجه. اللي عايز ياخده يحلل الجواز كل حاجه. قلب شغال وفي جراوي. في جراوي منه بس بتاعه يعني. ماشي ما شاء الله. بص بقى ايه اكسسوارات قطط كلاب فرج. ده تصميم مصري 100% بينافس المستورد. اه ده جديد. ده ليش مصري مبطن شغل حدى القاتل بتاع الحضرة. راجل معروف في الغية في موضوع الاكسسوارات يعني. مبطن جلد مصري على انه مستورد. اه
تمام. بكام ده؟ ده ب 145. ب 145. طب ده؟ لا ده غالي ده. ده بكام؟ ده ب 150. ده ب 150 جنيه. ماشي. والأضعف منه برضه ب 150، ده المستورد. اه. ده مستورد ب 150 جنيه. بس بقى في ايه؟ الجنزير المحمل ده بكام؟ 65. 65. بص الحديد كله غلى. الحاجات ده بيبقى دي ممكن تحط عليها اسم الكلب ليزر، تمام. هو ليش على فكره. سوري، خناق بيتعلق في رقبه الكلب، وهنا بتحفر ليزر اسم الكلب بتاعك. عسل دي قوي. دي بكام؟ دي بتاعت جراوي وبتاعت قطط. 15 ب 10 جنيه عشان العيال الصغيره. ايوه عشان ما يتعبوش برضه. تمام. انا ما بقولش لحد. لا الله يبارك لك يا مريم. دي ايه؟ دي عضاده. دي عضاده خربشه للقطه، وعضاده للقطه مش للكلب. مش للكلاب. لا دي خربشه تمشي للقطه. هي تمشي للجراوي عشان سنانها بتاكلها. تمشي للجراوي ممتازه برضه. طيب اديني رقم التليفون. 012 012 2 2 4 4 6 9 6 9 0 8 2 0 8 2. تمام. محتاجت اي اكسسوار للكلب بتاعك؟ كمامات، خناقات، اي حاجه، كله موجود.